تاني هنعمل فيديوهات تاني. رحت لهم تاني عشان ياخدوا هدومك ويضربوك. بس ابو سيتك بلاش ترند بقى خلاص. يعني خلاص تعبت ترندات. انت متألقة وشيك، نعمل ايه طيب؟ طول عمري طول عمري حلوة. ايوه يا ضنايا. تحب تكوني مثيرة ولا ملفتة يا غادة؟ مثيرة. اخي بص انا مثيرة وملفتة الاثنين. الاثنين. بس انا بحس انك انت مش مثيرة، ملفتة، تفاصيلك لطيفة يعني. بس مثيرة، ما انت ما يعني اقول لك اسأل مجرب. احيه 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 يا ابو سوسة احيه. ترى كم عملية تجميل عملها انت بقى؟ ولا حاجة حرفيا. انا ما حقنتش حقنة. ايه ده؟ حرفيا انا ما حقنتش حقنة. انا فاهم الاولانية لما هتقولي تانية. والله في وشي ولا الهوا، كله طبيعي، كله بتاعك يعني، مفيش حاجة مضروبة تايواني. لا انا كيادة في حتة تانية يعني، لو هي هتكدني لا هكيدك. ايه ده؟ السؤال اللي بعدي، لو عندك حبيب يجيب لك بوكي ورد ولا سندوتش شاورما؟ لا ولا بوكي ورد ولا يجيب لي ذهب. لو في عرسين متقدم لك، واحد بيقبض بالجنيه والتاني بالدولار، توافق على مين؟ الدولار طبعا دلوقتي. مصري مصري خلاص. اوعى يلا انتوا كلكم عليا. لكن لو مصري اكتر ماشي، ما عنديش هنا. والله ما عنديش هنا. الله. لو جلست حد وقال لك سيبي شغلك، توافق ولا لا؟ طبعا اسيبه، هو ما سيبش شغلي. انا ما كنتش اتخيل ابدا انه ممكن يتفرط فيا بالسهوله دي. لا مش مسيطره، بس يعني يراضيني. بحب بحب اللي يراضيني. انت تؤمر جميل. انت في واحده تقريبا بتبعت لك على الواتساب صح؟ انا مش عارفه. يا دي النيله، قروا بقى على العالم. الستات ذكيه جدا، تعرف توصل للي هي عايزاه. الرجاله على الله حكايتها. والله بجد. هبتدي امد ايدي على مين يا واد؟ يا ستي على اي حد، انت بتلزقي ليه؟ ايوه احنا مفتريين. انا مفتريه، انا بعترف وفرحان قوي. بس بالحنيه باجي. والله قالت لك ايه على الواتساب؟ قالت لك ايه؟ قول لي. انا عارفه يا ابني. لو حبيبك خانك مع روبي تسامحيه؟ ليه كده؟ اشمعنى روبي؟ لا ما يعني ما سامحوش طبعا على اي خيانه ولا اي ولا اي واحده. لا حتى لو نانسي عجرم برضه ما سامحوش. لا نعم يا اختي. ما بحبش الراجل اللي بعضلات، بالعكس بحب الراجل الطبيعي، جسمه يكون طبيعي عادي، لو حتى بكرش وفيه عيب ما عنديش مانع. حبه كده وحبه كده. هقول لك ليه يعني، لا يبقى مسيطر قوي وخنوني ويطلع عيني، ولا يبقى الدنيا مفتوحه ومكبر دماغه. لا ما احبش كده، الوسط حلو يعني، شويه يشد ويرخي. كان مطاط كده، دحلاب عجينه هو طري. امتى اخر مره اتقالك بحبك؟ يا عيني ده اتصدم. مش عارفه، استنى بقى. وشك حمارة كده ليه؟ السؤال ده شكلك متوتره. لا ايوه انا عايزك. ايوه مفيش ما يدعو خالص. بحبك ممكن يكون من اسبوعين. لا 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 سايبين بعض بقالنا كتير. استنى من شهر. ايه القرف ده بقى؟ لو قالك تمسح الولاد اللي عندك توافي ولا لا؟ طبعا. هو هيمسح البنات اللي عنده؟ لا طبعا ما يمسحهمش. لو عملتوا ديل هو يمسح وانت تمسحي توافقوا؟ ما عنديش مانع، بس انا شغلي بيحكمني ان انا اعرف ولاد في حياتي. ايوه. شعرك ده ولا اكستنشن؟ لا اكستنشن الصراحه. انا شعري كان طويل، انا ما بكدبش، شعري كان طويل جدا. صحابي كلهم عارفين الموضوع ده، بس مع الصبغه طبعا اتبهدل، فانا بحاول اريحه شويه وبعد كده ارجع تاني اسبوع. برافو برافو، المحاضره جايه تيجو ومعاكوا الصبغه.